السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لافات. كيف ما كتعرفوا انا سميتي رشيد، ايتيديون في ايكول سوبيريور دو تكنولوجي فيليير جيني انفورماتيك. شديت الباك ديالي في 2021. بالنسبه للفيليير اللي شديت فيه الباك هو بي سي علوم فيزيائيه، جبتو بمونسيون بيان. اشنو درت مورا الباك؟ بزاف ديال الناس كيسولوني هذه القضيه. مورا الباك العام الاول بالنسبه لكم غتقولوا ضاع ليه العام، انا بالنسبه لي ما كنعتبروش ضاع، حيت اكتشفت الصراحه بزاف ديال الحوايج. اول حاجه كنت داير لافاك، كنت داير مات انفورماتيك في لافاك. ثاني حاجه خدمت في ذاك العام، اكتشفت جوج ديال لي دومين وتعمقت فيهم لا علاقه لهم بالمجال ديال الدراسه. رابع ثالث حاجه انني كريت بوحدي، صرفت على راسي مده عام، يعني اكتشفت بزاف ديال المهارات. المهم في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لافاك، غادي نهضروا على لو سيستيم ديال لافاك داك العام اللي قريت. واش بصح لافاك زيرو افاق؟ واش بصح لافاك الا دخلت ليه ما غندير حتى شي حاجه؟ اشنو هو السيستيم اللي خاصني نتبع في لافاك؟ وكيفاش نجيري الوقت ديالي الا كنت باغي نخدم، والا كنت باغي نخدم وفي نفس الوقت نقرا؟ حيت بزاف ديال الناس كيديروا لافاك وكيواكبوا بالخدمه، خاصه الا شافوا ريوسهم ما غاديينش مزيان في لافاك. المهم انا في هذا لا فيديو غادي نشجعكم انكم تركزوا على القرايه ديالكم. الا شفتكم عجبكم هذا الفيديو بزاف غادي وسولتوني على الخدمه، فخليوها ليا في لي كومونتير ونهضر لكم على الخدمه بوحدها. كيفاش لقيت خدمه؟ زيرو اكسبيريونس، يعني ما كان عندي حتى شي اكسبيريونس قبل. كيفاش لقيت الخدمه ديالي؟ وهذا ما كان. المهم خليوها ليا في التعليقات، نبداو الفيديو ديالنا. الفيديو كيف ما قلت لكم غادي نهضروا على لافاك من ناحيه القرايه. المهم اول حاجه كنسمعوا بها لافاك صعيب، لافاك ما غنفاليديش، لافاك كتدخل الاس ان كتلاقى الناس ديجا شات ليهم العام فايت، يعني بقى ليهم شي موديل ولا جوج ولا ثلاثه كيدخلوا معاك في الاس ان كيقولوا لك انت راه غادي تولي بحالهم، انت غادي شيط ليك هذا البروف ما غاديش تفاليدي عنده، هذا البروف صعيب، هذا يعني كيبداو يختلقوا الاعذار باش انهم ما يقراوش. هاد الحاجه راه ما كايناش، راه كلشي مورا الباك صعيب، راه ماشي لافاك بوحدها اللي صعيبه. لافاك صعيبه، لو ان سي جي صعيبه، لينسا صعيبه، الميدسين صعيبه، لو اس تي صعيبه، لي فيس تي صعيبه، كلشي مورا الباك صعيب. هاد السيستيم اللي صعيب يعني السيستيم مختلف على التعليم الثانوي، يعني داكشي اللي قريتي بالتعليم الثانوي راه ماشي هو اللي غادي تقرا في الجامعه، واحد السيستيم اللي هو مختلف، خاصك هو الاول تواكب داك السيستيم وتعرف انك تجيري. باش انك تكتشف هاد السيستيم ضروري ان خاصك تهضر مع شي واحد اللي ديجا سابقك بعام وكان ناجح في الكارير ديالو، يعني كان سابقك عام وقاري مزيان، فاليدا كلشي، دخل كاع داك لي موديل اللي عنده. هذا اللي خاصك تمشي تسولو، قول لي خويا عافاك كيفاش درتي حتى دخلتي كاع لي موديل، علاش ما شاطش ليك، اشنو هما الحوايج اللي خاصني ندير باش انني نمشي مزيان. حاجه اخرى انك تامن براسك، دخلتي لافاك ما كاينينش انك صافي حياتك ضاعت ما غدير حتى شي حاجه، هاد الهضره ما كايناش. اول حاجه امن براسك، خدم على راسك، دخل اول حاجه يكون عندك واحد الهدف، باك تقرا باك بليس دو تما غادي تمشي تدفع لينسا، غادي نقرا باك بليس دو غادي ندفع لينسام، غادي نقرا باك بليس دو غادي نمشي ندفع لون سي جي. المهم كل واحد غيكون عنده واحد الهدف غادي يحطو قدامه، غدير واحد الورقه وتكتب فيها لي كل اللي باغي دير مورا باك بليس دو، تلصقها، توجد لي كونكور وتقاتل باش انك توصل للهدف ديالك. دير اللي عليك والكمال على الله. الواحد هو اللي يخدم جوج د الحوايج، ما تخدمش زعما ما تخدمش وتوكل على سيدي ربي انه ينجحك، فهاد الحاجه ما كايناش. وما تكونش كتخدم ومناسي سيدي ربي، خاصك تخدم في نفس الوقت توكل على سيدي ربي، يعني دير اللي عليك والكمال على الله. يسر لك سيدي ربي في ديك الحاجه راه فيها خير لك، ما يسرش لك فيها راه ما فيهاش الخير لك، راه شي بيبان اخرين غادي يتحلوا فوجاك حسن من داك الباب اللي كنتي كتسنى انه يتحل لك. واحد الحاجه اخرى كنسمعوها بزاف، لافاك ما عندوش افاق. فهاد الناحيه غنقدر نقول لك اه، نقدر نقول لك لا، نقدر نقول لك لا حيت بزاف ديال الناس كيتخرجوا من لافاك كتلقى وزير، كتلقى محامي، المهم كتلقاهم بزاف، كتلقى استاذ دكتوره في كتلقى بروف شي ايكول اللي هي مشهوره بحال لينسا ولا شي حاجه، تما كتلقى اصلا مخرج هو غير من لافاك وكيقري تما التلاميذ ديال الانجينيوري. دونك ما تربطش لافاك باللي ما عندوش مستقبل، خاصك تخدم، الا خدمتي غادي تلقى. من ناحيه ديال اه يعني لافاك ما عندوش مستقبل، نقدر نقول لك اه حيت بزاف ديال الناس كيتخرجوا، ولكن هذوك الناس الا شديتيهم وجلستيهم حداك وسولتيهم دي كيسيون اللي عندهم علاقه بالخدمه، سولتيهم على اللغات، سولتيهم على المهارات اللي كيعرفوا، غادي تلقى عقلهم خاوي، كتلقى عقلهم ورقه بيضاء ما فيها حتى شي حاجه، كانوا كيفاليديو غير باش يتسموا انهم ناجحين، دازوا من اس ال اس 2 اس 2 اس 3 اس 3 اس 4 ولا كتلقى ناجح بالنقيل. المهم ما كتلقاش عنده المهارات اللي خاص تكون عند واحد شد الاجازه ولا واحد شد ماستر ولا واحد شد الدكتوراه. ودابا غادي ندوزو كيفاش انك تبدا واحد الدخول مدراسي مزيان في الاس ان في لافاك، يعني كيفاش انك تخدم باش انك تجيب دي نوت اللي هما مزيانين وتجيري الوقت ديالك.
اول حاجه لاحظتها حاول انك ملي تدخل لونفي تمشي تبقى تجلس لقدام، ما تبقاش تجلس للور. علاش؟ لونفي كيكون كبير كيف ما كتعرفوا، راه مدرج. الا جلستي للور ولا جلستي في الوسط كتسمع هذاك اللي وراك وكتسمع هذاك اللي قدامك، دونك ما غاديش تركز مع الاستاذ. داكشي علاش خاصك ملي تجي لونفي تمشي تبقى تجلس في الصف الاول ولا الصف الثاني. البروف راه ما غيسولكش، بزاف ديال الناس كيخافوا من الصف الاول، زعما راه البروف غيسولني ولا شي حاجه. لا الهضره ما كايناش، البروف كيدخل كيقري ساعتين 3 سوايع 4 سوايع ديالو وكيخرج. داكشي علاش بقى تجلس لقدام، حتى الا بغيتي تسول البروف ولا عيطي ليه قلتي ليه شوف ليا واش هذا صحيح ولا شي حاجه بحال هكاك، غادي يقرب ليك. ماشي بحال واحد جالس لور واش غادي يعيط للبروف يقول ليه بروف عافاك جي صحح لي هادي ولا عافاك كيفاش غندير لهادي، هاد الهضره ما كايناش. دونك اول حاجه ملي غادي تدخل لافاك بقى تريح القدام باش انك تركز 100%. ثاني حاجه تجنب دوك الصحاب اللي جايين يدوزوا غير داك العام في لافاك. كاين بزاف ديال الطلبه غادي تلاقى معاهم كاينين غادي غير يجيو يدوزوا داك العام تما، كتلاقاهمش دو الباك ديالهم ماديا ميسورين، بغاو غير يجيو يكتشفوا لافاك، باغين غير يزهاو بهذا المعنى. يعني داك العام غيضيعو تما، العام الثاني غيمشي يدير شي ايكول بريفي د لانجينيوري ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هادو ما خصكش تعاشر معاهم، حاول انك تجنبهم وتركز على الهدف ديالك. الهدف ديالك باك بليس 2، تجيب شي ايكول د لانجينيوري وتكمل فيها، ولا تكمل في لافاك الماستر ديالك ودير الاجازه والدكتوراه ديالك، علاش لا. ثالث حاجه حاول انك ما تغيبش. بزاف ديال الناس كيعرفوا لافاك ما فيهش الغياب، صافي ما كيبقاوش يحضروا، البروف ما كيشرحش مزيان ما غنحضرش عنده، هذه الهضره ما كايناش. حاول انك تبقى تحضر ديما، خاصه الا كان لافاك في المدينه ديالك ما كانش عندك ترونسبور، يعني كنتي كتخرج من الدار كتمشي لافاك، حاول انك تبقى تحضر ديما واخا ما تكون كتفهم حتى شي حاجه، حاول تبقى تحضر. بهذه الطريقه غادي تواكب راسك انك تطور راسك. اول حاجه في اللغه الا كان عندك مشكل ديال اللغه الفرنسيه، النهار الاول ما غتفهمش، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس، بشويه بشويه حتى كتولف داك لو سيستيم ديال الفرونسي وديك الهضره بالفرونسي والشرح بالفرونسي، ما كيبقاش يشكل عندك شي خطر، يعني ما كيبقاش عندك داك العائق ديال اللغه. رابع حاجة رديت ليها البال للناس اللي كانوا كيجلسوا القدام في لونفي، كانوا كيسالي الوقت ديال البروف زعما فين غادي يقري، ديك ساعتين ديالو ولا 3 سوايع ديال الحصة وكيبغي يخرج، كيمشيو يتجراو عنده ويسولوه استاذ هادي كيفاش هادي كيفاش عافاك هادي هادي، خاصها تكون عندك حتى نتايا، بقى ديرها، بقى تجلس القدام البروف يبقى يشوفك باش انك ملي تبغي تسولو شي سؤال ولا ما فهمتيش شي حاجة يجاوبك، يقول هذا الشخص راه ديما كيجلس القدام ديما كيجي، دونك إلا سولتيه ما غاديش يقول لك لا ما عرفتش ولا يتكبر عليك ولا غادي يدفع عليك كبير، لا غادي يجاوبك على قد السؤال ديالك ويقدر يشرح لك كاع ولا يعطيك النمره ديالو وتواصل معاه تبقى زعما تسولو ويجاوبك. خامس حاجه خاصك تنظم الوقت ديالك. اول حاجه لافاك ماشي بحال لو سيستيم ديال الثانوي، تقدر تقرا صباح تقدر تقرا عشيه، خاصك تستغل داك الوقت ديالك. نعتبرو 8 سوايع ديال القرايه و 8 سوايع ديال النعاس، كتبقى لك 8 سوايع خاصك تقرا فيها وتطيب فيها الماكله وتمشي فيها للدار الا كان عندك ترونسبور، يعني خاصك ترد البال لهذا الوقت، هاد 24 ساعه ديالك خاصك تجيريها وتعرف انك تسيرها. وكيفاش غادي تسير هاد الوقت ديالك؟ تو دو ليست. تو دو ليست غتهز ورقه وغتكتب فيها كاع الحوايج الضروريه اللي خاصك ديرهم في النهار ديالك باش تدوز عليهم وحده بوحده، باش تعرف انك تكون انت اللي مجيري النهار ديالك، ماشي النهار هو اللي متحكم فيك. سادس حاجة ركز على اللغات. اللغات واحد الحاجة اللي ضرورية مورا الباك، عندك الفرنسي والانجلي هادو خاصك تركز عليهم، ديفلوبي راسك في الفرنسي، عندك مشكل في الفرنسي خدم عليها، عندك مشكل في الانجلي خدم عليها، تفرج في لي بودكاست، تفرج في افلام، هضر مع ناس واخا ما تكونش كتعرفهم، هضر معاهم باللونجلي، قول لي بنبقى نهضر معاك باللونجلي، جاوبني باللونجلي، قول لي لي فوت لي عندي. دابا راه الذكاء الاصطناعي مطور، يعني تقدر غير تستعين بتشات جي بي تي تقول ليه غادي نهضر معاك، هضر معايا بالفرنسي وصحح ليا لي فوت ديالي وبقى تهضر انت وياه. سابع حاجه وجد لي كونكور. كنتي غادي تقرا باك بليس 2، يعني عندك باك بليس 2 غتقراها في لافاك ولا غتقرا في شي ايكول اخرى، ضروري تبدا توجد لي كونكور. لي كونكور ديال السيكل دانجينيور كيف ما كتعرفوا راه كيركزوا على من البروميير اني، يعني من اس 1 اس 2 اس 3 اس 4، دونك اي حاجه خدمتيها عرفتيها غتكون في الكونكور، بقى ترجع ليها، بقى مره مره تطلع ليها باش انك ما تضربش ديك الخدمه ديالك في الزيرو. ثامن حاجة اللي هي تكون عندك شي مهارة اللي كتكون كتدخل شوية ديال الدخل. أول حاجة غتعلمها في الأول بيان سيغ راه ما يكونش عندك الفلوس، ولكن شي مهارة اللي غديرها عام تقريبا، أنت عام وأنت كتقرا عليها، العام الثاني خاصها تبدا تدخل لك الفليسات وتعاونك شوية. بحالي أنا كمثال داير لانفورماتيك، يعني كنقراها وفي نفس الوقت كنقرا الجرافيك ديزاين عام تقريبا كامل، وأنا كنقرا يعني كنطلع على أدوبي بريمير، كنطلع على الالوستريتر، يعني كنحاول أنني نخدم على راسي في هذا لو دومين،
والحمد لله دابا وليت كنشد دي بروجي اللي كنعاون بهم الوقت، يعني واخا كيكون تملي هو قليل ولكن المهم شي مهاره كتعجبني انا كنحيد بها ديك الطاقه السلبيه وداك ستريس وداك الاعصاب وداك الشيء كامل، وفي نفس الوقت كتفيدني يعني كترد ليا شويه ديال الدخل اللي كيعاونني نقدر نشري بها شي حاجه ثانويه، نخرج نسافر بها، نمشي بها الكافي، نشارجي كونيكسيون، المهم شي حاجه اللي خاصه بيا. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو باغيين شي حاجه تسولوني عليها نخلي لكم انستغرام ديالي ولا هنايا في صندوق الوصف. ولا كان عندكم شي تساؤل زعما الخدمه مورا الباك، الا بغيت نخدم كيفاش ندير خليوها ليا في لي كومونتير وغندير لكم فيديو في هذه القضيه ان شاء الله، ونوريكم كيفاش انكم تقدروا تلاقاو خدمه بزيرو اكسبيريونس مورا الباك الا كنتي طالب ولا طالبه. وهذا الشيء اللي كاين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش واحد لايك واحد سبسكرايب كيعنيو ليا بزاف. بما انك وصلتي للنهايه ديال الفيديو شكرا بزاف من قلبي، ما كرهتش دير شي قليب زريق، تكتب شي كومونتير ودير شي قلب زرق باش نعرفك وصلتي حتى النهايه ديالو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء.